بالظبط؟ احنا عندنا المشروع بتاعنا مشروع قوية في العاصمة الإدارية، مساحة المشروع 30 فدان. والحقيقة احنا لما فكرنا عملنا ورشة عمل قبل ما نشتري الأرض، احنا كنا بندور على موقع متميز جدا بلس يكون المساحة مش كبيرة عشان اقدر اعمل اهتم جدا بالبنى، اهتم بالكواليتي، اهتم بالديزاين، لان طبعا عارفين ان المساحات الكبيرة دلوقتي بقى فيها مشاكل شوية لما بتيجي يعني نبتدي نخلص المراحل بتاعتنا ونيجي نبني. خليني اسأل حضرتك عن الاسعار، حضرتك الاول بتبيعوا بالوحدة ولا بالمتر؟ لا هو مش موضوع لا بالمتر طبعا، لكن عندي الاسعار مختلفة. يعني النهاردة كل ما انت بتنزل بمرحلة بتلاقي السعر بتاعها بيختلف. انا بقى مش عامل الموضوع مراحل قد ما انا حاطط برايم لوكيشن، يعني انت لو بتختار لوكيشن معين ده ليه سعر معين، وبالتالي انا بخلص المشروع زي ما بقول لك هو مرحله واحده. المشروع عندي ببدا سعر المتر فيه دلوقتي من 9750 لحد 12000، بتختلف بقى حسب اللوكيشن اللي انت بتختاره.